ليه؟ الجمال زيد 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 برشا برشا على ذاك الوقت في الجمال. يا سيدي مرحبا بك من جديد يا نورهان. وقيت خلينا نسمع حكاية من حكاية نورهان العروية. الفندق الفندق الخير في الكريم الطبيعة وفي البخيل الطبيعة. الله حكاية يا بير عطيني تفاحتي. يحكيوا انه كان فما في زمان الخير والخمير راجل لا عرفته لا عرفوا جدادكم مش هحكيفوا. يقولوا كان عنده جنان فيه قرابة 100 شجرة تفاح لا عمره لكل منهم كعبة لا هو ولا مرته ولا صغار. وعلى قد ما كانوا هيك التفاحات منزل فيهم ربي البركة على قد ما صور في جرتهم الخير والبرك وعلى قد ما زاد شحوا وخزنوا للمال. نهار من نهارات ماشي بجنب جنانه يغزر ويصلي على النبي شتا تفاح ضربها نص ساعة وهو يخمم ينحيها وإلا ما ينحيهاش. وبعد قال بينه وبين روحه محسوب الدنيا فيها الموت على تفاح أي يا رسول الله مش نعيش فيها مرتين. لا ولا ما حقوش مش نحك هيبة التفاح. وتم قصد ربي في ثنيته قبل ما يأكلها عرضوا بير وهو عطشان حط التفاح على حافة البير وملاقي من البير وشرب وهو يشرب مش متعمد دز كعبة التفاح طاحت في البير. أوه. طاح يبكي حتى لين في لحظة طلع له جن بسم البير الله. لازم فم الرعب لازم تعدي ايش كالباس على ذاك قلت لك اقعد على ذاك كنت خارجة لروحي انا. هيك الجن قالوا شبيك ما لباس قالوا تفاحتي طاحت في البير وتوا تهبط تطلع حالي جو الجن يخدم الجن زد بسم الله يا رسول الله راهي متفاحتك كلاتها مرتي وانا باش نرجع لك حقك. اهي جرة سحرية كل ما تحركها تسمع فيها صوت ذهب وسمحنا في تفاحتك. رجع الراجل فرحان لدارو جاب مرته وبنته قالهم على الحكاية الكل ووصاهم باش ما يقولوا لحد. ايا بنته تلعب مع بنت الجيران حكيت لها على الجرة السحرية متاع الجن اللي في البير يعطاها ابوها والصغار ما يخبيو شيء. مشات الطفلة قالت لأمها بينها وبين روحها عزمة الجارة باش تسرقها لهم. نهار عينت عليهم لحد في الدار دخلت في يدها جرة قديمة بدلتها وهزت جرة سحرية ورجعت لدارها. رجع الراجل صاحبنا المشحاح حرك جرته ما لقى فيها شيء ومن حين خرجها في يجري للبير اللي طلع له منها الجن وقعد ينادي فيه لين نطلع له وطلب منه كعبة التفاح. يا ولدي ماني عطيتك الجرة. قال له يا حسرة ما عادش فيها ذهب ولو انه الذهب اللي هبطه من الجرة قد حق تفاحتك الاف المرات. اما ما هو يقول لك سيدي بنادم ما يشبعش. هاك الجن مسكين غلب على امره غاب مديدة وطلع له المنديل. رسول الله حتى الجنون حارت فينا والله. ايوه والله عظيم. وقال له هذا المنديل رد بالك عليه وكل ما تنفضه يخرج منه ذهب وحقك وصلك تحل معاه. قالوا يرحم والديك ورجع فرحان لداره كيما صار المره الاولى. وصل الاخبار للجره اللي هي زاده يثرب هو تثريبه هازو في هاويه مش حاجه. وشكون يعرف عليها كيفاش عملت وكيفاش نصبت وبدلت المنادل وحصل فيها منديل ذهب وخليت هيك الراجل مش يموت بالغير. كي العادة يجري للبير ويسيح على جني تقلق الجني يا اخي كل مره هي صانعه باش يبلها بحذيه يا اخي مره جره مره منديله مره كله متفاحه. المره هذه جني فهم الحكايه فيها سرقه بعد ما هبط طلع له عصا وقال له هذه العصا كل ما تسمي عليها بسم الله تطير وتقعد تدور في الهواء وتهبط تذهب وما عادش نحب نروجهك. رجع في الثنيه حاب يجرب حطها على القاع وسمى بسم الله طارت هاك العصا وكلته ماكلات بل نهار العيد وكلاه الجزاء شح وبخلو وعزم باش يبطل هيك الصنعه. اما هو طلع خبير مشى لمرته والبنت وقال لهم اللي العصا در ذهب. بالطبيعه سمعت الجاره بالحكايه وجات تسرق في العصا ومن دارو يسمع في جارته تاكل في تريحه نبش القبور نبش القبور. وقتها فهم الحكايه وهكا زادت نالت جزاء افعالها. كي رجعوا الجره والمنديل والعصا هزتهم من غدوه وطيشتهم في البير وصار من اكرم الناس وما يحرمش صغار وتذكر الفقراء واليتامى والمساكين. زعم على هذاك يقولوا الخير في الكريم طبيعه وفي البخيل ادفيعه. يعطيك الصحة يا نورهان شكرا ليك. لا حاشتنا لا بير لا بالجو لا بحد شيء.
احلى ناس اللي في دينا مش لينا يا سيدي، خلينا نعمل الخير مع بعضنا وما يسالش. كانك شاهي تفاحه برا امشي شري تفاحه وكا وما خير وتحب تاكل كوس الدنيا فين ايش نعمل لك. انا اللي اختارت على ذكر التفاح والعنب والجو هذا كل سعد الصغير العنب العنب والله امال عامله جو كبير روحها. المستمعين بالحق يعملوا جو جو جو, جو من نص نهار ما ثلاثه بالحق جايتني برشا تفاعلات حلوه برشا على الغنايه امول. يلا سعد الصغير بعد شوي.